بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلي الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأورد المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع، وابتدأ بباب الخلع مبتدئًا به أنواع الفرق النكاح، لأن النكاح إذا انعقد صحيحًا فإنه ينحل بأسباب متعددة، ومن هذه الأسباب ما يكون من طرف الزوج، ومنها ما يكون من طرف الزوجة، ومنه ما يكون مشتركا بينهما، ومنه ما يكون بسبب طارئ عنهما. وفرق النكاح قد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها متعددة وكثيرة، حتى أوصلها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه إلى نحو من 20 نوعا من أنواع فرق النكاح. وكل هذه الأنواع 20 تكون ثمرتها الفرقة بين الزوجين وحل عقد النكاح. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الخلع، لأن الخلع مما يكون مشتركا بين الزوج والزوجة، وذلك أنه يكون بطلب من الزوجة على عوض تبذله هي أو يبذله أجنبي، ويكون الطلاق بإيجاب من الزوج، بقبول من الزوج وتطليق وأخذ للمال، فهذا مما يكون بطلب منهما جميعا، وإن كان في أصله بأمر وطلب من المرأة. أول حديث في الباب، وهو أهم حديث في الباب، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. هذه الجملة فيها أن امرأة ثابت بن قيس، وقد اختلف في اسمها، ولذلك أبهمت هنا، وهو الأولى للاختلاف في اسمها رضي الله عنها، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها ثابت بن قيس قالت: لا أعيب عليه في خلق ولا دين، أي أني لا أرى عليه عيبا في خلقه، في تعامله معها وفي إحسانه إليها، ولا في دينه، فإن ثابت رضي الله عنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان صوته جهوريا رضي الله عنه، ولما نزلت آية الحجرات ظن أنها نزلت فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أولئك، وهذا لبيان فضل ثابت رضي الله عنه وعلو قدره وكعبه رضوان الله عليه. قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام. هذه الجملة فيها خبران: الخبر الأول عن ثابت بن قيس أنها لا تعيب عليه في خلقه شيء، والثاني أنها تكره الكفر في الإسلام. أما الأولى فقد أشكل على ذلك أنه قد جاء في بعض الروايات عند النسائي وأبي داود وغيرهم أن ثابت رضي الله عنه كان يضربها، بل إنه قد كسر يدها، وقد جاء عند ابن أبي عاصم أن كذا، أن خولة قالت: إن ثابتا كان في خلقه شدة، إن في خلقه شدة، فضربها ذات يوم فأصبحت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم بغلس تشتكي له،
أي في أول طلوع الفجر. فهنا قد تعارض بين هذين الحديثين، أو تعارض هذان الخبران في وصف ثابت وفي سبب كره زوجه له رضي الله عنها. وقد جمع بينهما أهل العلم بأنواع من الجمع، فمن ذلك أن بعض أهل العلم ضعفوا سوء خلق ثابت، وقالوا إن ثابت في الصحيح أن زوجه قالت لا أعيب عليه في خلقه شيء، وأن هذه الألفاظ لا تثبت. ويدل على ذلك أن ابن جرير روى في التهذيب أن زوج ثابت بن قيس رضي الله عنها قالت ما كرهت من ثابت خلقا ولا دينا ولكنه كان دميما، فعللت كرهها له لأجل دمامته، وسيأتي بعد قليل في رواية عمرو بن شعيب ما يؤيد ذلك. الوجه الثاني أن ما كان من ثابت بن قيس رضي الله عنه، ذكر ذلك العيني، أن ما كان من ثابت بن قيس من ضرب إن صح فإن هذا إنما كان ضربا مباحا وليس فيه تعد ولا سوء عشرة منه رضي الله عنه لها. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني في قولها ولكني أكره الكفر في الإسلام، ومعنى قولها إني أكره الكفر في الإسلام أي كفران العشير، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر من يلج النار، فلما قيل له في ذلك قال لأنهن يكفرن، لا أقول يكفرن بالله وإنما يكفرن العشير. فكفران العشير وعدم ذكر نعمته عليها ووجوب أداء حق الله عز وجل عليها، فإن ذلك يكون من الكفر في الإسلام. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن يكون مرادها رضي الله عنها من قولها إني أكره الكفر في الإسلام أي أني أكره أن أخالف بعض أوامر الإسلام، فكأنها عبرت رضي الله عنها عن البعض بالكل، وهذا من المبالغة في التحذير من ترك البعض. وقيل وإن كان الثالث هو أبعدها في المعنى والتحقيق، أنها من شدة كرهها لثابت رضي الله عنه لقد همت أن تكفر بالله جل وعلا لينفسخ نكاحها، لأن من أسباب انفساخ النكاح ارتداد أحد الزوجين، وهذا غير مظنون بزوج ثابت رضي الله عنه، والعلم عند الله جل وعلا في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته، المراد بالحديقة هي البستان الصغير، فثابت رضي الله عنه أمهرها حديقة، ويصح أن يكون ذلك مهرا لأنه مما يتنصف ومما يتقوم. فقال أتر الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل حديقتها وطلقها تطليقه. وقد جاء في بعض الروايات عند ابن ماجه اقبل الحديقة ولا تزدد أو ولا يزداد وطلقها تطليقه، وسنتكلم عن فقهها بعد قليل. قال المصنف رواه البخاري وفي رواية له وأمره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا بطلاقها. قال ولأبي داود، وهذه في قوله وأمره بطلاقها فيها فقه سنتكلم عنه بعد قليل، قال ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، أي حيضة واحدة. وهذا الحديث اللفظ الثاني لعل نرجع الحديث عنه حينما نتكلم عن فقه الحديث الأول، ثم نتكلم عن فقه الحديث الثاني وما يتعلق بصحة الحديث فيه. الحديث الأول فيه من الفقه مسائل مهمة. المسألة الأولى فيه أن الخلع جائز، وقد أجمعت الأمة على مشروعية الخلع، ولم يخالف في ذلك إلا بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى، وقد ظن أن الخلع منسوخ بكون الطلاق خاصا بالرجل، وهو في الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ولكن هذا الخلاف شاذ ولا يعول عليه أحد من أهل العلم. المسألة الثانية معنا وهي مسألة مهمة، وهي أن هذا الحديث يدل على أن البينونة تحصل بالخلع، أن البينونة تحصل بالخلع. ومعنى قولنا إن البينونة تحصل بالخلع أي أن الزوج ليس له أن يراجع الزوجة
في أثناء عدة الخلع، في أثناء عدة الخلع. وأخذنا ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرق بينهما تفريق بينونة لا رجعة فيه، إذ لو كان فيه رجعة لأبيح ذلك ودل عليه السياق، ولكنه مما لا رجعة فيه، فدل على لا رجعة فيه أي بينونة صغرى لا ليست البينونة الكبرى، إلا برضا لا رجعة فيه إلا برضا الزوجة، وهذا واضح من سياق الحديث لأنها أرادت الفرقة من زوجها. ولكن الخلاف بين أهل العلم ما هو نوع هذه الفرقة، أو ما نوع هذه البينونة بمعنى أصح، ما نوع هذه البينونة. فمشهور المذهب أنهم يقولون أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق فإنه يقع طلاقا بائنا، وأن الفرقة إذا وقعت أي الخلع إذا وقع بلفظ الخلع مع العوض فإنه يكون خلعا أي فسخا، ويكون فيه البينونة لكونه فسخ. إذن هم فرقوا لللفظ الذي يتلفظ به المختلع أو المختلع منه وهو الزوج، يصح أن يكون مختلعا أو مختلعا منه. فإن قال أنت طالق وأخذ العوض فإنها تحسب طلقة، ولكن الطلقة حينئذ تكون طلقة بائنة، تحسب طلقة لكن في أثناء عدة المرأة من هذه الطلقة لا يجوز له أن يراجعها لأنها تعتبر بينونة. ولذلك فإن الفقهاء عندهم البينونة أنواع، بينونة كبرى بالطلاقات الثلاث، وبينونة صغرى من حين الطلاق وهذه هي صورتها، وهو أن تكون بعوض بلفظ الطلاق، وبينونة صغرى بعد انتهاء العدة. فالرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين فإنها رجعية، فإذا انتهت عدتها صارت بائنة بينونة صغرى. إذن المرأة، لكي نعرف هذه المسألة إذا كان البعض لا يعرف معناها، المرأة إذا طلقت إما أن تكون طلقتها بائن أو رجعية، أو نقول معنى أوسع نقول إذا فورقت المرأة فإما أن تكون الفرقة بسبب طلاق رجعي أو تكون بسبب بينونة. والطلاق هذا إذا قلنا إنه بائن إما أن يكون بائن بينونة كبرى، بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة إلا بعد زوج آخر، هذه بينونة الكبرى، وإما أن تكون البينونة بينونة صغرى، بمعنى أن الزوج يجوز له أن يتزوج هذه المرأة لكن برضاها وبعقد جديد وبولي وبمهر، هذه معنى البينونة الصغرى. وأما الرجعية فإنه إذا كان في أثناء العدة فيجوز له أن يراجعها بدون إذنها ولا رضاها ولا عوض ولا رضا وليها. إذن الشخص بعد طلاقه لزوجته لا يخلو من هذه الأمور الثلاث، فقط من باب التوضيح لمعنى البينونة والرجعية. ونحن قلنا إن الخلع لا بد أن يكون بائنا، لكن ما نوع البينونة؟ على مشهور المذهب ينظرون لأحد أمرين وهو اللفظ، فإن تلفظ بلفظ الطلاق صارت طلقة بائن، وإن قال أنت مختلعة أو خالعتك فإنها حينئذ لا تحسب طلقة وإنما يعد فسخا، فيكون فسخا، والفسوخ كلها بائنة، لا يوجد هناك فسخ من الفسوخات يكون رجعيا، الرجعة إنما هي خاصة بالطلقة الأولى والثانية. إذن هذا هو مشهور المذهب. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطلقها تطليقة، فدل ذلك على أنها تطلق ويعد ذلك طلاقا ويحتسب من الطلاق. وأما دليلهم على أن الزوج المختلع إذا تلفظ بلفظ الخلع مع أخذ العوض، وأنا هنا أؤكد على لفظ مع أخذ العوض، لأن الشخص إذا تلفظ بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق من غير أخذ عوض فإنه يكون طلاقا رجعيا، لأن لفظ الخلع من غير عوض هو عند بعض أهل العلم من كنايات الطلاق الباطنة أي غير الظاهرة. طيب، الرواية الثانية في المذهب أنهم يقولون، وهي اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم،
أنهم يقولون إن الخلع مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو كان بلفظ الخلع ففي جميع صوره يكون فسخا، وبناء على ذلك فإنهم يقولون لا يوجد في الشرع طلقة بائنة، فإما أن تكون الطلقة طلقة رجعية وإما أن تكون الطلقة طلقة بائنة بالثلاث أي البينونة الكبرى، فلا يوجد هناك بينونة طلقة بائنة، بل لا تكون الطلقة بائنة إلا بعد انقضاء العدة، قد تنقضي العدة بعد ساعات مثل المرأة الحامل إذا طلقت ثم ولدت، لكن لا بد أن يكون بعد انقضاء العدة. ويقولون إن استثناءكم هذا لطلقة تكون بائنة من حين الطلاق استثناء على خلاف ما عرف في الفقه، فلا تعرف في الفقه مسألة تكون المرأة فيها طالقة بائنة من حين الطلاق بينونة الصغرى إلا هذه الصورة. ولكن يقول الشيخ تقي الدين لا يوجد في الشرع طلقة بائنة، بل لا بد أن تكون رجعية أو تكون طلقة بائنة بينونة كبرى وهي الثالثة. وبناء على ذلك وهو قضية هل هي طلقة أم ليست بطلقة، فإن المذهب قلت لكم قبل قليل حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقة على الطلاق المعهود المحسوب، وأما على الرواية الثانية فإن قوله وطلقها تطليقة أي فارقها، فإنه يصح في لسان العرب إطلاق الطلاق على مطلق المفارقة، ولذلك قد يطلق الطلاق على غير الزوجة. وعلى العموم فإن مشهور يعني المذهب هو الأول والرواية الثانية هي المعروفة. المسألة الثانية معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها أتردين عليه حديقته، هذه الجملة تفيدنا مسألة مهمة وهو أنه لا يصح خلع بدون عوض، لا يصح مطلقا خلع بدون عوض. وعلى ذلك فلو أن الزوج تلفظ بالطلاق من غير عوض أو بالخلع من غير عوض فإنه لا يكون حكمه حكم الخلع، سواء قلنا إنه طلاق بائن أو قلنا إنه فسخ، وإنما يكون إما من صريح الطلاق أو كنايته، وحينئذ لا بد فيه من العوض. وهذا العوض في قول مشهور مذهب وقول عامة أهل العلم لا يشترط أن تكون باذلته هي الزوجة، بل يجوز أن يكون من الزوجة ويجوز أن يكون من أجنبي، ولكن لا بد من وجود العوض. المسألة الثالثة معنا في ما يتعلق في قضية العوض، فهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردن عليه الحديقة وهي المهر المسمى، جاء في بعض الروايات قالت نعم وزيادة، فقال أما الزيادة فلا، وفي لفظ عند ابن ماجة ولا يزدد. وكل الأحاديث التي جاء فيها النهي عن قبول الزيادة ضعفها الأئمة، وعلى فرض صحتها أو قبولها فإنه على مشهور المذهب كذلك فإن الزيادة على المهر في الخلع مكروه وليس محرما، بل يجوز للمرأة أن تفتدي بما شاءت من مالها، ولكن يكره للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها في مهرها. مما يستدل به بهذا الحديث أيضا أن هذا الحديث يدل على أنه لا يصح خلع بلا لفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت وطلقها تطليقة، وطلقها تطليقة، فدل على أنه يجب العمل بهذا الأمر وهو قوله التلفظ وطلقها تطليقة، فيجب أن يتلفظ به. وهذه مسألة طال فيها الخلاف عند بعض متوسط الحنابلة، وقد ذكر الموفق وابن أخيه في الشرح خلافا كان بين البغداديين من الحنابلة والخرسانيين أو وليس بين البغداديين والعكبريين في مسألة هل يصح الخلع بالمعاطاة أم لا. ومعنى أنه يصح بالمعاطاة أي أن المرأة تبذل العوض مع طلبها الخلع، فيقبض الزوج العوض من غير تلفظ به، فهل يكون ذلك خلعا أم لا بد من التلفظ؟ مشهور مذهب أنه لا بد من التلفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، طلقها تطليقة، فدل ذلك على وجوب التلفظ.
ولا يصح بالمعاطاة، وهذا هو المشهور والمعمول به، فلا بد من التلفظ بالطلاق. المسألة الأخيرة وهي مسألة مهمة، في الرواية التي أوردها المصنف في الصحيح في البخاري أعني، وهو عندما قال له النبي عندما قال وفي رواية له وأمره بطلاقها، وأمره بطلاقها. جمهور أهل العلم، وهو مشهور بل هو قول المذاهب الأربعة جميعا، على أن الزوج لا يجبر على الخلع، لا يجبر على الخلع، فعندهم أن الخلع لا بد أن يكون رضائيا، لا بد أن يرضى الزوج بالعوض، ولا بد أن يرضى بالطلاق. فإن لم يقبل به ولم يرضى بالخلع فإن القاضي لا يجبره عليه، ولكن للقاضي أن يفرق بينهما للضرر الواقع على المرأة، هذه مسألة أخرى، أو بسبب تقصيره في حقوقها. قالوا لأن هذا من عقود المعاوضات، والأصل في عقود المعاوضات أنه لا بد فيها من الرضا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونحن نعلم أن عقد الخلع أو العوض في الخلع والعوض في النكاح هو من صور المعاوضات، ولكن الزركشي عبر في شرحه على الخرقي فقال إنها من المعاوضات غير المحضة. هذا هو مشهور المذهب وعليه المذاهب الأربعة جميعا. لكن هناك قول قال به بعض متأخري الحنابلة، فقد ذكر العلامة محمد بن مفلح في شرح في الفروع أن بعض المتأخرين من القضاة المقادسة حكم بجواز إلزام الحاكم بالخلع، أنه يجوز للحاكم أن يلزم بالخلع، بمعنى أن المرأة ترفع للقاضي فتطلب الخلع، فيرى القاضي عدم إمكان بقاء الزواج بينهما وعدم صلاح حالهما، فيأمر الزوج بالتطليق أو بالخلع فلا يطلق ولا يختلع، فيجوز للقاضي أن يجبر على الخلع، بمعنى أن يقول هذا المال خذه، فإن لم تطلق برضا منك طلقت عنك، فيطلق أو يخالع بمعنى أصح، فيخالع عليه. وهذه قضى بها بعض القضاة المتأخرين من المقادسة كما قال ابن مفلح. ويستدل لذلك في بهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا بتطليقها، فيكون الأمر أمر وجوب، وأما على المذهب فإن الأمر أمر إرشاد، نص على ذلك جمع من الشراح، فإنهم يقولون إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بطلاقها إنما هو أمر إرشاد وليس أمر وجوب. وأما على الرواية الثانية التي قضى بها بعض المقادس فإنه يكون أمر وجوب، طبعا بشرط أن يرى أن الصلاح عدم بقاء الزوجية. وهذا القول الذي قضى به بعض قضاة المقادسة أو الشاميين المتأخرين هو الذي اختاره الشيخ محمد إبراهيم، وهو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا في المملكة هنا على هذا الرأي، أنه يجوز للقاضي أن يلزم بالخلع. ومما يدل على ذلك بالمعنى إضافة للنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون إنه يجوز للقاضي أن يطلق على الزوج مجانا إذا وجد ضرر على المرأة، فمن باب أولى أنه يجوز له أن يفرق بين الزوجين بعوض يكتسبه الزوج، فهذا فيه مصلحة للزوج أكثر، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم، وأخذت به بعض الدول العربية الآن. وقد قيل إنه يعني كتب من كتب في بعض تلك الدول إن هذا لا يجوز وهو مخالف للإجماع، لا ليس كذلك، وإنما هو رواية في مذهب الإمام أحمد قضى بها بعض المتأخرين من القرن السادس الهجري أو السابع الهجري فما بعده. المسألة الأخيرة في معنى في هذا قبل أن ننتقل للجملة الثانية، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذه الجملة ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أنها زيادة في الحديث، وهذه الزيادة يقول ابن قدامة لا يجوز تركها وعدم إعمالها، بل لا بد من العمل بها. قال وكيف يكون العمل بها؟ وهي قوله وطلقها تطليقة، أي تطليقة واحدة، كلمة تطليقة أي تطليقة واحدة. قال هذا يدلنا على المسألة التي ذكرتها قبل قليل، وهي أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق، لأنه قال طلقها تطليقة، فمن باب التأكيد أنها تطليقة،
فدل ذلك على أنها تحتسب طلقة، ولكنها تكون طلقة بائنا لأن الحديث يدل على البينونة. قال والأخير دل على أنها طلقة. اللفظ الثاني معنا ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس، وعمرو بن مسلم هذا هو الجندي نسبة للجند، وهي بلدة في اليمن معروفة، وهي التي فيها المسجد الذي بناه معاذ رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما وواليا، والمسجد ما زال قائما الآن في الجند. وقد ألف في علماء الجند الشيخ عمر الجعدي الجندي من علماء القرن الرابع الهجري أو أوائل الخامس، جمع علماء الجند فسماه طبقات فقهاء اليمن، لأن غالب أهل اليمن في ذلك الزمان أو كثير من أقول غالب كانوا من الجند، من هذه المنطقة التي كان فيها مسجد معاذ رضي الله عنه. عمرو بن مسلم الجندي هذا اليماني ضعفه كثير من أهل العلم كالإمام أحمد وابنه عبد الله بن أحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان، وكثير من أهل العلم كلهم ضعفوا عمرا هذا. إذن تفرد عمر بهذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضة يدلنا على أن هذا الحديث ضعيف، وهي هذه الزيادة. ولذلك فإن أغلب العلماء على تضعيف هذه اللفظة، وممن ضعفها من أصحابنا أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال والموفق أبو محمد بن قدامة وابن عبد الهادي أحمد بن محمد بن عبد الهادي صاحب المحرر وابن أبي مجد في المقرر وغيرهم كثير جدا، كلهم على تضعيف هذا الحديث. ولذلك يؤخذ لما ضعفوا هذا الحديث بنوا طردوا قاعدتهم العامة، وهو أن الخلع سواء كان بلفظ خلع أو كان بلفظ الطلاق، يعني سواء حسب خلعا أو سواء حسب فسخا أو سواء حسب طلاقا، في كلا الحالتين فإن العدة ثلاثة قروء في كلا الحالتين، لا فرق بينهما، لا فرق. وقالوا إن هذا الحديث لا يصح، وبناء على ذلك فلا بد للمرأة أن تعتد بثلاث حيض إذا كان خلعا بغض النظر بما تلفظ به. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين، فإنه قبل أن يبني اختياره أتى لهذا الحديث فصححه، وقال إن هذا الحديث له طرق كثيرة، وقال إنها جاوزت أربع طرق، وردت من حديث ابن عباس ووردت من حديث غيره. وذلك فإن الشيخ تقي الدين يصحح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة هذه المرأة حيضة واحدة. ومر معنا قبل قليل أن الشيخ لا يفرق، هي الرواية الثانية في المذهب، لا يفرق في الخلع بين أن يكون بلفظ طلاق وبين أن يكون بلفظ خلع، وعنده في الحكم من حيث حكم الطلقة أنها في الجميع ماذا؟ فسخ. والعدة في الجميع في اللفظتين واحدة، وهي أنها حيضة واحدة، فتستبرئ بحيضة واحدة فقط، ولا يلزمها أن فيجوز لها بعد انقطاع حيضتها واغتسالها منه أن تتزوج من شاءت. قال من حيث المعنى، قال لأن العدة ثلاثة قروء إنما تكون لمصلحة الزوج غالبا، وأعبر بالغالب لما؟ لأنه استثنى من ذلك صورة واحدة، وهي عند الطلاق البينون الكبرى، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنه لا يجوز له أن يراجعها، ومع ذلك فإنها تمكث عند زوجها ثلاثة، أو تمكث عدتها ثلاثة حيض. ولكن يقول غالبا إنما تجعل العدة ثلاث حيض لمصلحة الزوج إذا أراد أن يراجع زوجته، فإذا لم تكن هناك مصلحة وحق للزوج فيها فالمقصود إنما هو استبراء الرحم، واستبراء الرحم يتحقق بحيضة واحدة فقط. إذن عرفنا هذه المسألة وعرفنا وجهها. هذه الجملة، طبعا هذا الحديث هو الحجة في قضية العدة، ومن باب اللازم، أي لفظ الثاني من باب اللازم، استدل به الشيخ تقي الدين على أن الخلع فسخ وليس بطلاق من باب اللازم. ولذلك فإن ابن عبد الهادي لما أورد هذا الحديث قال إن هذا الحديث حجة
لمن قال إن الخلع طلاق، حجة لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق. قال: إذ لو كان طلاقا لاعتدت بثلاث حيض، فلما كان فسخا فإنه حينئذ تعتد بحيضة. ولكن كما ذكرت لكم أن أغلب أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، وأن عمرو بن مسلم هذا وإن يعني قوى حاله بعض أهل العلم كابن عدي ويحيى بن معين، إلا أن غالب أهل العلم على تضعيفه. هذه الجملة أو هذا الحديث فيه من الفقه مسألة ثالثة أيضا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فجعل عدتها حيضة، فجعل عدتها حيضة. استدل بهذه الجملة على المسألة المشهورة، وهي أن العدة إنما تكون بالقروء، والقروء هي الحيض لا الأطهار. فهنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدة بأنها حيضة، فدل على أن الاعتبار بالحيض. قرأت الرواية الثالثة ولا أقرأها؟ قرأتها. طيب. قال: والرواية الثانية قال: وفي رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال عند ابن ماجه، ومر معنا أكثر من مرة، أن ابن ماجه ينطق اسمه بهاء ساكنة غير معربة، وفي نفس الوقت ليست تاء، إذن فتقول عند ابن ماجه وتسكت، لا تجعل فيها إعرابا فلا تكسرها، هذا أولا. ثانيا لا تجعلها تاء، فلا تقول عند ابن ماجة، وإنما تقول عند ابن ماجه، فهي هاء ساكنة، لأن اسمه هكذا، فإنه ساكن على الحكاية. ومثله يقال في ما في معناه مثل سيبويه، يكون هاء ساكنة وهكذا. قال أن عمرا قال: إن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ما جاء أن ثابت بن قيس كان دميما، جاء في بعض الألفاظ أن من شدة دمامته ذكرت زوجه رضي الله عنها أنها قالت: إني إذا رفعت جانب الخباء، أي خباء الخيمة، قال: فرأيته في عدة من الناس، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها. يعني رأت أنه أشدهم سوادا، وأقبحهم وجها، وأقصرهم طولا. جاء في بعض الأخبار، والعلم يعني عند الله فيها، أن ثابتا لم يكن بهذه القبح الشديد، ولكن من شدة كرهها رضي الله عنها لزوجها رأت المتوسط أو القريب المتوسط في الجمال قبيحا من شدة ما تراه. وهذا يدلنا على أن يعني أورد المصنف وهو الحافظ هذا الحديث ليدلل على قضية معنى كرهها رضي الله عنها لزوجها، فإنما يعني طلبت الخلع لأجل كرهها لا لأجل سوء خلقه، وهذا الذي يميل له المصنف وكثير من أهل العلم أنه ليس لأجل سوء الخلق. قال: وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، من شدة كرهها له. وهذه أتى بها المصنف أيضا ليدلل على أمر آخر، وهو صفة أو معنى قولها: إني أكره الكفر في الإسلام، فإن كفرانها العشير بمعنى البصق في الوجه ونحو ذلك فإنه يكون من هذا الباب. في هذا الحديث أو هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى: متى يجوز للمرأة أن تطلب الخلع؟ أولا ذكر أهل العلم أن المرأة إذا كان حالها مستقيما مع زوجها فإنه يكره لها أن تطلب الخلع، وقد روي في ذلك حديث أن المختلعات هن المنافقات، ولذلك قالوا إنه إذا كان الحال مستقيمة فإنه يكره أن تطلب المرأة الخلع من زوجها. الأمر الثاني أنه يباح للزوجة أن تطلب الخلع في حالتين: الحالة الأولى إذا أساء الزوج عشرتها، والحالة الثانية إذا أبغضته وخشيت ألا تقيم حدود الله عز وجل في حقه. ففي هذه الحالة يباح لها أن تطلب الخلع، وفي نفس الوقت يسن للزوج أن يجيبها. والدليل على أنه يسن للزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وقلنا قبل قليل إن الأمر هنا بمعنى أمر الندب والإرشاد، فدل على أنه يعني يندب للزوج أن يجيبها بشرطين أو في حالين: الحالة الأولى إذا كان عن كره وعدم
يعني أو غلبت ظن أن لا تقيم حدود الله، أو كان ممن يسيء عشرتها. هذه الأمر الثاني. الحالة الثالثة، إذا كان الزوج يسيء عشرتها لتفتدي منه، وهذه مهمة يجب أن نعرفها. إذا أساء الزوج عشرتها لتفتدي منه، فإنه في هذه الحال لا يصح الخلع، ما يصح الخلع. ولكن إذا خالعت وطلقها أو تلفظ بلفظ الخلع فقال خالعتك، فإنه في الحالتين يقع طلاقا رجعيا، إما لأنه صريح الطلاق وإما أنه لكناية الطلاق. فلو أن رجلا يضرب زوجته لتفتدي منه، لابد أن نعرف بتفتدي منه ليس مجرد سوء العشرة، ثم افتدت منه فأخذ منها العوض ثم طلقها، نقول وقع، لكن ليس وقع خلعا وإنما وقع طلاقا، فيجوز له أن يراجعها في أثناء العدة. هذا أولا. ثانيا، أنه يجوز للمرأة ويحق لها أن تطالب بكل ما أخذه منها من عوض، وهذه من الحيل التي يجوز فعلها. فإن الرجل أو المرأة إذا أثبتت على زوجها أنه قد عضلها وأساء عشرتها لتفتدي منه، فإنها تفتدي منه وتأخذ كل ما أعطاها. فإذا انقضت عدتها بعد 3 قروء رفعت للقاضي لتثبت أنه عضلها لتفتدي منه، فحينئذ إن لم يكن قد أعطته المال فيسقط ما في ذمتها، وإن كانت قد أعطته فإن القاضي يلزمه بإرجاع ما أخذته. وهذه لها نظائر في المحاكم الآن، موجودة الآن في المحاكم، لا أقول إنها في الذهن، بل توجد في المحاكم. تكون الزوجة أثبتت بالشهود على الزوج أو برسائل منه أنه قال لن أطلقك حتى تدفع كذا، أو سأوذيك حتى تعطيني المال الفلاني أو كذا، فتسكت حتى يمر أمر الطلاق فتختلع لتعطيها المال، ثم بعد ذلك ترفع دعوى، لكن بعد انقضاء العدة لكي تكون بائنة بينونة صغرى. نعم. اللفظ الثالث لفظ أحمد، قال ولي أحمد من حديث سهل بن أبي حثمة أنه قال وكان ذلك أول خلع في الإسلام. طبعا هذه المسألة وهي قضية أول خلع في الإسلام، هناك علم من علوم الفقه وهو الذي يسمى بعلم الأوائل الفقهية. جمع بعض العلماء كتبا في الأوائل الفقهية، يعني أول خلع في الإسلام، أول مسألة تتعلق به. وممن جمع بابا في ذلك من أصحابنا الشيخ أبو بكر الجراعي، تقي الدين الجراعي، شيخ المرداوي، له كتاب اسمه الأوائل مطبوع في مجلد كامل، وعني بهذه وقد قصد بهذه الأوائل الأوائل الفقهية، ولا يعني بها الأوائل في كل شيء، وإنما الأوائل في أبواب الفقه لأنه فقيه وجمعها به، وهو كتاب لطيف وصغير، لكن المحقق أو المحققة أطالت في التعليقات. آخر جملة أريد أن أختم بها، أنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند عبد الرزاق أن عبد الرزاق روى عن معمر أن معمرا قال وبلغني أن هذه المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ثابت بن قيس كان دميما، قالت ولي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم، فكأنها رضي الله عنها قارنت جمالها بجمال ثابت. وهذه فيها من الأدب مسألة، وهو أن العرب ذكروا قديما أن المرأة لا يحرص على أجمل النساء، فإن جمال المرأة قد يرديها، فانظر كيف أن هذه المرأة قارنت جمالها بجمال زوجها، فجمال المرأة قد يرديها، وهذا واضح كما جاء في الأثر. فالمبالغة في الجمال قد يجعل المرأة تنظر لزوجها بعلو، أو تريد ترغب من هو أجمل منه أو أوفر مالا ونحو ذلك، قد يؤخذ هذا مما روي بلاغا عن معمر في هذا الباب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى كتاب الطلاق، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بكتاب الطلاق أو بباب الطلاق، وأورد فيه أول حديث وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. المراد بالطلاق كما تعلمون جميعا ومر علينا في كل كتب الفقه أنهم قالوا هو حل عقد النكاح، حل عقد النكاح من قبل الزوج فإنه يكون طلاقا، قالوا أو بعضه، بعضهم يقول أو بعضه، لأن عقد النكاح قد يحل بعضه وهو الطلقة الرجعية،
فيكون طلاقا مع بقائها معه ثم يراجعها بعد ذلك، فقول أو بعض أي بعض الطلاق، فيكون فات عليه طلقة أو طلقتان. حديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. أبو داود رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث من طريقين، طبعا أول شيء رواه من طريق معرف عن محارب بن دثار عن ابن عمر، ورواه عنه من طريق رجلين، من طريق محمد بن خالد عن معرف عن محارب عن ابن عمر موصولا، وهذا الذي صححه الحاكم، وروي مرسلا، رواه أيضا أبو داود مرسل، من طريق أحمد بن يونس عن معرف عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير يعني ذكر لابن عمر رضي الله عنه. وقد رجح جمع من أهل العلم كأبي حاتم كما ذكر هنا المصنف، وقد نقلها عنه ابنه في العلل، الإرسال، لأن أحمد بن يونس أوثق بكثير من محمد بن خالد، هذا من جهة، فإن محمد بن خالد تكلم فيه وفي ضبطه، والأمر الثاني لأنه قد تابعه على الإرسال يحيى بن بكير وهو من الأئمة المعروفين، وإن كان يعني ليس في الدرجة المتقدمة في الثقة لكن من الأئمة المعروفين وهو من الثقات في الجملة، فقد توبع أحمد على ذلك، وهذا هو سبب ترجيح أحمد أو أبو حاتم رحمه الله تعالى للإرسال. على العموم هذا الحديث حديث جليل، وذاك صححه الحاكم وصححه غيره، وممن صحح هذا الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز، فقد سمعته كثيرا في الدرس يذكر هذا الحديث ويجزم بصحته، وإن كان محارب أيضا بالدثار تكلم فيه، لكن التكلم الذي فيه لا يرد هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، قوله أبغض الحلال هذا يفيدنا على أن الحلال يمر بدرجات وليس درجة واحدة، فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون في درجات المباح، والمباح يشمل المكروه والمستحب بالمعنى العام، لأن المباح له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، الخاص هو الذي في القسمة الخماسية، وفي القسمة الثلاثية الواجب والمحرم والمباح، فيكون مباحا أي يجوز فعله ويجوز تركه، أي باعتبار الإلزام، فباعتبار الإلزام. إذن فقوله أبغض الحلال هنا بمعنى الثاني وهو في القسمة الثلاثية، أي أن الطلاق ليس لازما وليس محرما، فيشمل فيه الصور الثلاثة وسنتكلم عنها بعد قليل. الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إن الطلاق إذا كان من غير حاجة ولا موجب فهو مكروه. لما؟ قالوا لأجل هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فدل على أنه مكروه، والله عز وجل بغضه للشيء نوعان، بغض قدري وبغض شرعي، كما نعلم في المحبة أنها نوعان، محبة شرعية ومحبة قدرية، كذلك البغض، فما أبغضه الله عز وجل من باب القدر فإنه لا يقع مطلقا، لا يقع مطلقا، وما أبغضه الله عز وجل من باب الشرع فقد يقع من بعض الناس وهو المحرم ومثله المكروه، وما أبغضه الله جل وعلا في باب الشرع نوعان، المكروه والمحرم، فكلاهما مبغوضان إلى الله جل وعلا، ولذلك فإننا نجزم دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه أبدا، لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها، لأن المكروه مبغوض إلى الله جل وعلا، ولكنه بغض دون بغض المحرم، والمحرم بغضه درجات، فأعلاه الشرك بالله عز وجل، ثم الكبائر، ثم اللمم، وهكذا. إذن فالمحرمات والممنوعات درجات، وهي مبغوضات الله جل وعلا. إذن حينما نقول إن المكروه مبغوض إلى الله جل وعلا، لا يعني يكون لازما لذلك أن يكون محرما، فإن المكروه مبغوض والمحرم مكروه لكنه درجات. لكن عندنا قاعدة ودائما أكررها، أن كل مكروه عند الحاجة ترتفع كراهته ويصبح مباح، هذه قاعدة، ولذلك كل شيء حكمنا بكراهته وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا بد أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكروه لأجل حاجة، ومر معنا عشرات الأمثلة في البلوغ وفي غيره. طيب، إذن عرفنا الحالة الأولى أنه يكره بلا حاجة، هذا على المذهب. الأمر الثاني أنه يكون أحيانا محرما، وهو الذي سنتكلم عنه بعد قليل، وذلك إذا كان الطلاق في وقت البدعة زمانا أو عددا. الحالة الثالثة أن الطلاق يكون مستحبا، يستحب الطلاق، وذلك إذا تضررت المرأة، كان على المرأة ضرر من بقاء الزوجية
ويكون مباحا إذا وجدت حاجة مع صلاح الحال ولا وجود الضرر على المرأة. إذا لم يكن هناك ضرر على المرأة وحالهم مستقيم ولكن وجدت الحاجة لأي حاجة من الحوائج، والحوائج أقل من الضرورات، فإنه يباح. إذن عرفنا الحالات الخمس لهذا الباب. قلنا إنه يكون واجبا في حالتين، ما ذكرته يكون واجبا في حالتين. الحالة الأولى في الإيلاء بعد التربص 4 أشهر، فيجب هنا على الزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فإنه حينئذ يطلق الحاكم عليه. الصورة الثانية إذا وجد شقاق فبعث حكمان، ثم إن الحكمين رأيا أن الصواب هو التطليق فيطلقان عليه، أي يلزمان. طبعا الحكمين ليس بهما وإنما بتوكيل الزوج لهما في التطليق، فكأن الزوج هو الذي طلق في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق عليه. أورد المصنف بعد ذلك حديث هو من عمد الأحاديث في باب الطلاق، فإن كثيرا من الأحكام تعود لهذا الحديث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أصل في هذا الباب، أنه رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها. قوله فليراجعها سيأتي بعد قليل أن اختلف في معنى المراجعة هنا، قال: ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. الله عز وجل يقول في كتابه: فطلقوهن لعدتهن. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه قرأ هذه القراءة أو قرأ هذه الآية، وهي قراءة شاذة أو قراءة أحاد، صح إسنادها عن ابن عمر، ونحن نعلم أن قراءة الأحاد حجة في الأحكام، لكنها لا يقرأ ولا يتعبد بها في الصلاة، فمن قرأ بها في الصلاة فإنها تبطل صلاته على مشهور المذهب. واختار بعض أهل العلم، وهي ما أومأ له الشيخ تقي الدين، أنها تصح بها الصلاة، وهذه مسألة أصولية يعني لا أريد أن أخوض فيها. قرأ ابن عمر رضي الله عنه هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه إياها: فطلقوهن لقبل عدتهن، أي لإقبال عدتهن، ولا يكون إقبال العدة إلا إذا طلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، لأن العدة تبدأ من الحيض، فيكون طلاقها قبل حيضتها بقليل، وهذا هو طلاق السنة. وهذا الحديث فيه مسألة من أهم المسائل، وهي مسألة التفريق بين طلاق البدعة وطلاق السنة، فإن طلاق البدعة محرم دل عليه هذا الحديث، وطلاق البدعة أمران، نذكر الأمر الأول هنا والثاني سيأتي في حديث ابن عباس بعده. فأما طلاق السنة أو فطلاق البدعة فهو الطلاق الأول، الطلاق المتعلق بالزمن، فيكون بدعة إذا طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، في مقابله يكون طلاق سنة إذا طلقها وهي طاهر في طهرا لم يجامعها فيه، طهرا لم يجامعها فيه، أو كانت حاملا، أو كانت حاملا، لأن سيأتي معنا في بعض ألفاظ الحديث أو طلقها حاملا، فدل ذلك على أن الحامل لا سنة لها ولا بدعة في هذا الباب. وطلاق البدعة باعتبار الزمن محرم باتفاق أهل العلم، لا إشكال فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل يقع الطلاق أم لا، سنشير لها بعد قليل ومعرفة من الحديث. وقبل أن ننتقل لمسألة هل يقع الطلاق أم لا يقع، يجب أن نعلم مسألة مهمة جدا، وهي أنه ليست كل امرأة لها سنة وبدعة من حيث الزمن، وإنما بعض النساء دون بعض، ولذلك فإن من لا سنة لها ولا بدعة من حيث الزمن كل امرأة لا تحيض، سواء كانت صغيرة أو كانت آيسة أو لا تحيض لارتفاع حيضها ارتفاعا مطلقا، يعني بلغت وهي غير حائض، فإن هؤلاء الثلاث كلهن لا سنة لها ولا بدعة، لعدم إمكان تصور أن تطلق في حيض،
أو في طهر لم تجامع فيه. إذن نقول لا سنة لها ولا بدعة لعدم إمكان ذلك. الأمر الثاني ما ورد في هذا الحديث أو في بعض طرقه أن تكون المرأة حاملا قد استبان حملها، وعبروا بقولهم قد استبان حملها، لأن المرأة إذا طلق المرأة الحامل ولم يستبن حملها فإنه آثم، لأنه ظن أنها أو يعني لم يظهر له أنها حامل، فعندما طلقها طلقها وهي في حقيقة ظاهرها أنها في طهر قد جامعها فيه. وأما الحامل فيجوز أو فيجوز طلاقها ويقع الطلاق عليها بإجماع أهل العلم بإجماع. ولكن نقل عن بعض نفر يسير معدود أو واحد وسمي في بعض كتب المالكية أنه قال إن المرأة الحامل لا يقع طلاقها، وهذا الخلاف خلاف شاذ لا يلتفت إليه، مصادم للنص، فإن كل خلاف مصادم للنص ملغي. وذلك فإن الأئمة جميعا وحكي إجماع على أن المرأة الحامل يقع طلاقها إذا طلقت. العوام عندنا أو كثير من العوام يظنون أن المرأة الحامل لا تطلق، حتى إن بعضهم يتعمد أن يوقع الطلاق في الحيض، عفوا في الحمل، يتعمد أن يوقع الطلاق في الحمل لوهم عندهم أن المرأة الحامل لا يقع عليها الطلاق، وهذا غير صحيح ولا يعذر فيه بالجهل، لأن هذا قول باطل ملغي، وأظن لا يعرفون ما وجد في بعض كتبهم. نسيت الرسالة الصغيرة عند المالكية أشار لهذا الخلاف عندهم، يعني نبهني على هذا أحد المشايخ أن لا يوجد عندنا إلا متن في أحد متون المالكية هو الذي أشار لهذه المسألة. طيب المسألة الثالثة معنا، نعم ذكرنا بعض من لا سنة لها ولا بدعة، ذكرنا التي لا تحيض، وذكرنا الحاملة استبان حملها. الأمر الثالث من لا عدة عليها، وهي التي غير المدخول بها، فإن غير المدخول بها لا عدة عليها. والعلة أو قيل إن من العلة في النهي عن التطليق في الحيض عدم تطويل العدة، ولذلك أجمع العلماء على أن غير المدخول بها فإنها لا سنة لها ولا بدعة. الأمر الرابع أن ما كان باتفاق الزوجين معا فإنه لا سنة فيه ولا بدعة على مشهور المذهب. الأمر الخامس كل نكاح مختلف فيه، وهذا متفق عليه أن كل نكاح مختلف فيه فإنه يجب، والشخص يرى أو ترجح له بعد إنشاء العقد أن هذا العقد غير صحيح، فإنه بإجماع يقع الطلاق فيه، ولكن يجب التفريق بعد العلم بالحكم، فإن طلقها طلاقا فإنه يقع ولو كان في وقت البدعة. المسألة الثالثة معنا وهي مسألة مهمة قبل أن نتكلم عن الحديث لكي نفهم هذه المسألة، وهي مسألة هل الرجل إذا طلق امرأته طلاق بدعة في الزمن، أي طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر قد جامعها فيه، هل يقع طلاقها أم لا يقع؟ فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم جميعا على أن الطلاق في الحيض واقع، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالغ في هذه المسألة وذكر، وتبعه على ذلك ابن قدامة، فقال إنه لا يخالف في هذه المسألة إلا الروافض من شدة المبالغة وإلغاء الخلاف في هذه المسألة، ومن شدة مخالفة أصحابنا وإلغائهم للخلاف في هذه المسألة فإنهم يقولون أن وطأ الشبهة لا يعتبر فيه عدم احتساب الطلاق في الحيض. لماذا؟ قالوا لأن الخلاف فيها غير معتبر، ذكر ذلك منصور في الكشاف أو نحو مما قال فيما أذكر. فالمقصود أن الخلاف في هذا المسألة قوي جدا، حتى قال عامة أهل العلم إن الطلاق في الحيض يقع كما ذكرت لكم قبل قليل. ودليلهم على أن الطلاق في الحيض وفي الطهر من باب أولى إذا جامعها زوجها فيه أنه يقع حديث الباب، فإن ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته، واستدلوا على أن الطلاق يقع من جهات. الجهة الأولى أن ابن عمر رضي الله عنه قال حسبت علي هذه التطليقة، وهذه اللفظة ثابتة في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر، بل إنهم يقولون إن هذا الحديث روي عن ابن عمر رضي الله عنه من طريق أكثر من 15 راويا، وأكثر من 10 منهم كلهم نصوا
على أن هذه الطلقة احتسبت، فبعضهم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ينقل ذلك عن ابن عمر فيقول حسبت علي أو يقول حسبت، وبعضهم يجعل ذلك من قول نافع، ولا تعارض بين ذلك، فليست مدرجة من قول نافع، فإنها قد جاءت من طريق سعيد بن جبير ومن طريق أنس بن سيرين ومن طريق أبي غلاب وغير طريق كثير جدا عن ابن عمر رضي الله، من طريق محارب بن دثار الذي ذكرنا قبل قليل، أن أكثر 15 طريقا روي هذا الحديث. قالوا فكل الأحاديث أو كل الطرق جاءت بهذا، لم ينفرد إلا أبو الزبير المكي، وسنتكلم عن رواية بعد قليل، فقال لم تحسب علي. ما زلنا نستدل للمذهب وقول عامة العلماء، وقلت لكم أن أحمد شنع على من رأى خلاف ذلك. أبو الزبير المكي جاء في رواية سنشير لها بعد قليل أنه قال لم تحسب علي، وهذه الرواية ضعيفة، بل قيل إن أبا الزبير المكي ما روى حديثا أنكر من هذا الحديث من شدة المبالغة. يقول ابن عبد البر سيأتي بعد قليل أنه قال اتفق العلماء على رد هذه الرواية أو إنكار هذه الرواية، سنتكلم سيذكرها المصنف ونتكلم عنها في محلها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، فقوله مره فليراجعها يدل على أنها حسبت التطليقة، فطلقها ثم راجعها، ولا يكون هناك رجعة إلا بعد طلاق، فدل على أن الطلقة حسبت من بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فأجل النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم لما أجل في مسألة بعد قليل، فأجل النبي صلى الله عليه وسلم التطليق حتى الحيضة الثانية، فلو كانت لم تحسب لأمره أن يطلقها في الطهر الذي يليها مباشرة، فدل على أنها احتسبت، فكانت تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق متعلقة بالطلقة السابقة، والطهر الذي بعدها معها، وذلك حتى تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر، فيكون قد استأنفت حيضة جديدا. وهذا دليل أيضا قوي جدا على أنه يدل على أن الطلاق قد وقع. الأمر الثالث أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث لم يذكره المصنف، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها إن شاء حاملا أو حائلا، وهذا إطلاق فدل على أنه يدل أيضا على وقوع الطلاق. إذن هذا كما ذكرت لكم هو قول عامة أهل العلم. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه، وأطال عليها تلميذه، بل إن الشيخ تقي الدين له أكثر من رسالة مفردة في هذه المسألة، له أكثر من رسالة، وبعض الرسائل فيها زيادات على بعض، ولعل السبب فيها أنها فتوى من الشيخ، ثم الشيخ رحمه الله تعالى تقرأ عليه فتاويه فيزيد عليها. الشيخ ذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول الفتوى ثم تقرأ عليه فيزيد، ولذلك فإن للشيخ رسالة في التطليق الحيض في بعض النسخ زيادة صفحة وفي بعضها نقص، فظن بعض الناس أنها غير الأولى، هي نفسها ولكن الشيخ تقرأ عليه فيخرجها أكثر من إخراج، هذا هو الظاهر العلم عند الله عز وجل. وهذا القول أيضا اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم، أن الطلاق في الحيض لا يقع، ودليلهم في ذلك أمران أساسيا. الأمر الأول الرواية التي جاءت عند أبي داود والنسائي، وسنذكر هل هي في مسلم أم لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر عفوا رضي الله عنه لما سئل هل حسبت عليك قال لم تحسب علي، لم تحسب علي، قالوا هذا نص صريح أنها لا تحسب. فلما قيل لهؤلاء طيب أكثر الروايات عن ابن عمر أنها حسبت عليه، قالوا رجحنا الرواية الفذ لأجل المعنى. وما هو المعنى؟ قالوا لأن الأصل أن ما نهي عنه يكون باطلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تحفظون من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فلما نهى الشارع عن التطليق في الحيض لا يكون له ثمرة إلا بطلان هذا الطلاق، كما لو نهى عن بيع فإنه يكون باطلا، كما لو نهى عن عبادة فإنها تكون باطلة، كما لو نهى عن نكاح قلتم إن نكاح الشعار منهي عنه فهو باطل، وقلتم إن نكاح المتعة منهي عنه فهو باطل، إذن فهذا كذلك، فالنهي يقتضي الفساد. طيب
نقف عند مسألة النهي يقصد الفساد قليلا، وهذه المسألة دائما نكررها في ضابط النهي. مشهور المذهب عند علماء الأصول أن النهي يقصد الفساد إذا كان متجها لذات العين أو شرطه، وأما إذا كان متجها لوصفه فلا يقصد الفساد. وأما طريقتهم في الاستخدام فإنهم يتوسعون فيقولون إن كل نهي يقصد الفساد. وأما الشيخ تقي الدين فطريقته، ونريد أن نقف مع طريقة الشيخ تقي الدين لأن سنفرع عليها. وأما الشيخ تقي الدين فإنه يقول إن النهي إذا كان متجها لحق الله جل وعلا اقتضى الفساد، وإن كان لحق آدمي فإنه لا يقتضي الفساد وإنما يكون معلقا على إذنه. نكمل كلام الشيخ بعد الأذان، تفضل. نعم. فالشيخ تقي الدين يرى أن النهي إذا كان لحق آدمي فإنه لا يقتضي الفساد وإنما يكون معلقا على إذنه. لما جاءت هذه المسألة أطال الشيخ في تقرير أن الطلاق في الحيض إنما هو لحق الله جل وعلا، وقال ليس لحق آدمي وإنما لحق الله سبحانه وتعالى، وقال إنه غير معقول المعنى. ولذلك هو عارض من قال إن الطلاق إذا كان باتفاق من الزوجين فإنه يكون لا سنة فيه ولا بدعة، بل يقول فيه سنة وبدعة لأنه لحق الله سبحانه وتعالى فيبقى على هذا الأمر، قال لأنه غير معلل، وكل ما كان غير معلل فإنه يكون لحق الله سبحانه وتعالى. هذا رأي الشيخ. لكن قد يقال على قاعدتك أو على قاعدة الشيخ أن النهي هنا إنما هو لحق آدمي، فإما أن يكون لأجل الزوجة لأجل عدم إطالة العدة عليها. كيف تكون إطالة العدة؟ إذا طلقت المرأة في هذه الحيضة فإن هذه الحيضة لا تحتسب، فستمكث طهرا كاملا وبعده حيضة كاملة ثم طهرا كاملا وحيضة كاملة وطهر كامل وحيضة، فمكثت ثلاثة أطهار وثلاث حيض. بينما لو طلقها في أثناء الطهر الذي لم يجامعها فيه في قبول عدتها أي إقبالها فإنها تمكث ثلاث حيض وطهرين، والعدة إنما هي متعلقة بالحيضات لا بالأطهار، فيكون فيه تطويل لها. هذا احتمال. والأقرب أن النهي إنما هو لحق آدمي وهو الزوج، لأن أو هما معا، لأن غالبا يكون حال المرأة في حال حيضها من سوء يعني خلقها ربما ومن قباض نفسها ما يبغض الزوج فيها، وذلك نهي عنه لمحق آدمي وهو الزوج والزوجة والأبناء. وإذا كان الزوج قد رضي بإسقاط حقه وهو الذي له حق الطلاق فحينئذ يقع الطلاق، فحينئذ يقع. ولذلك فإن عامة أهل العلم على إيقاعه. هذا ما يتعلق بلفظ احتسبت علي أو لم تحتسب علي كما ذكر ابن عمر. الجملة الثانية في قوله مره فليراجعها، ذكرنا قبل قليل إن قوله مره فليراجعها استدل به على أنها طلقة، إذ لا يكون رجعة إلا بعد طلاق. الرواية الثانية في المذهب يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها المراد بالرجعة هنا الرجعة اللغوية، بمعنى أي أرجعها إلى حالها، ليس رجعة طلاق وإنما إرجاع للحال، فأرجعها عندك وأبقها وأبقي الحال على ما كان عليه. والحقيقة أن إعمال الكلام وحمله على معنى زائد أولى من إرجاعه إلى مجرد الإبقاء. مره فليراجعها إحماله على رجعية العقد أولى، ولكن جعل الرجعة هنا بمعنى الرجعة اللغوية يعني لها وجه في اللغة. وبناء على ذلك فإن هذه المسألة فيها قولان، وقلت لكم قبل قليل أن النص مقدم على كل شيء، وإذا صح الحديث فإنه مقدم على قول أي من كان، وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن أبا إسماعيل الهروي شيخ الإسلام يعني أبا إسماعيل الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا، فأنا أقول قد صح الحديث وأنا أجزم بصحة رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد احتسبت التطليقة كما سيمر معنا بعد قليل في الرواية الثانية. وبناء على ذلك فإن الطلاق في الحيض واقع، وفي الطهر الذي جمعت فيه واقع مع الإثم لأنه طلاق بدعة، ولكنه يقع لورود النص به، لو لم يرد النص به لكان الحظ النظر فيه قوي، ولكن النص مقدم على كل شيء. وهذا قول أئمة، قلت لكم أحمد أنكر قال إنما قال به الرافضة، ومثله ابن قدامة قال لم يخالف هذه المسألة إلا الرافضة، وهكذا. طيب، نأخذ من هذا الحديث إضافة لهذه المسائل الثلاث مررنا معنا أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها.
أولا سؤال عمر رضي الله عنه يفيدنا على أن المرء يجوز له أن يسأل عن غيره ولو لم يأمره بذلك، ما يلزم أن ابنه أمره فيكون يعني يسأل عن غيره من باب التفقه لنفسه ومن باب إصلاح حال غيره. الأمر الثاني قوله مره فليراجعها، الأمر هنا لا يدل على الوجوب، لأن القاعدة الأصولية عند الفقهاء أن الأمر عند الأصوليين أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. أعيد القاعدة، أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به أي بالشيء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا أمر بالأمر، فلا يدل على أنه تجب الصلاة على ابن سبع، وهذه قول أغلب الأصوليين عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر ذلك الرجل بالرجعة فدلنا على أنه أمر بالأمر، فدل على أنه ليس بواجب وإنما يكون مستحبا، وهذا من باب تدارك الإثم، من باب تدارك الإثم، مثل الحج من أحرم دون الميقات فرجع، وهكذا في مسائل تتعلق بتدارك الإثم مع بقاء الأثر. قال ثم ليمسكها، أي تبقى عنده حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فبقاؤها عنده في هذه الفترة ربما يحدث الله عز وجل أمرا فيصلح الله عز وجل ما بينهما من يعني سوء أدى إلى هذا الطلاق. قوله سم الآن سأتكلم عنها الآن، قال حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما ندب، نقول باب الندب أو من باب الأمر عند إحداث طلقة ثانية إلى التطليق بعد الحيضة الثانية، الحيضة التي هي فيها والطهر الذي بعده لا لم يشرع له أن يطلقه فيها وإنما يطلقها بعدها. لماذا؟ طبعا هذا أصح الروايتين، سنتكلم عنها في الحديث الثاني. لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قالوا لحكم، اختلفوا في الحكم، فبعضهم قال إن بقاءها عند هذه المدة يجعل رجعتها رجعة حقيقية، فرجع أرجعها لتبقى عنده، فلو أرجعها ثم طلقها مباشرة فلم تكن رجعة حقيقية فترجع عنده وتجلس عنده هذه المدة الطويلة لأجل ذلك. وبعضهم قال إن هذا لأجل أن الطهر تابع للحيض، نحن نعلم في باب الحيض أن الطهر تابع للحيض، ولذلك نقول الطهر أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 أيام، هذا هو الحيض، وأما الطهر فباقي الشهر. إذن باقي الشهر سواء كان أقل الحيض أو أكثره فالطهر دائما يكون تابع للحيض وليس الحيض تابع للطهر. إذن هذه الحيضة التي بعد هذا الطهر الذي بعد هذه الحيضة التي وقع فيها الإثم ملحقة بالحيضة فلا يوقع فيها الطلاق، فكأنه أوقع الطلاق تبعا لها، فينتظر حتى ينشئ حيضة جديدة وطهرا جديدا. فعلة في ذلك أن الحيض دائما يكون الطهر الذي قبله، وإيقاع الطلاق فيه كأنه أوقعها في حيضة متوالية، وقيل غير ذلك من التعليلات. طبعا وهذا هو المعتمد المذهب، وذلك يقولون إن البدعة من حيث الزمان في الطهر الذي جامعها فيه وفي الحيض، وإذا رجعها من طلقة أوقعها في حيض حتى تحيض حيضة ثانية ثم تطهر، فزاد المدة هنا. طيب قال ثم إذا شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، قوله قبل أن يمس يدلنا على أن السنة في الطلاق أن يكون طلاقا في طهر لم يجامعها فيه. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهذا يفيدنا على أن هذا هو طلاق السنة، وهذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب وإنما على سبيل الوجوب، ولكن الطلاق فيها يقع على قول الجمهور. أحسن الله إليكم، يقول رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. أورد مسلم رواية أخرى وهي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وهذه الرواية خالفت رواية الأولى وهي رواية نافع مولى بن عمر، ورواية نافع مقدمة عند أهل العلم، والسبب في تقديمها أن نافع أوثق في ابن عمر من سالم، وقد كان سالم يرجع إلى نافع في بعض الحديث. والأمر الثاني أن ضبط سالم هو المقدم، ولذلك قدم البخاري رواية نافع ورواها
ولم يروي رواية سالم، وإنما أورد مسلم رواية سالم في المتابعات ولم يردها في الأصول. نحن نعلم أن صحيح مسلم فيه صنعة حديثية، فإن مسلم رحمه الله تعالى يورد الحديث ويورد بعده ألفاظا أخرى، وغالبا ما تكون الألفاظ الأخرى يكون فيها معنى أو علة يقصدها، ولذلك حتى رواية أبي الزبير أوردها مسلم ولكنها لم يورد اللفظ التي فيه، وإنما أورد إسناده، سنتكلم عنه بعد قليل. نعم. وفي أخرى للبخاري وحسب التطليقة. نعم، هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال وحسبت تطليقة. وسعيد بن جبير من رواة الثقات المدنيين كابن عمر رضي الله عنه، وهو فقيه، ولذلك رواية الفقيه في ضبط ألفاظ الحديث إذا كان يبنى عليها فقه مقدم، هذا معلوم في كتب الأصول وفي كتب الحديث، وأشار له أحمد عندما أشار لأن بعض الرواة قال وكان فقيها فقدم رواية بعضهم، وهذا تورد دائما في باب التعارض والترجيح بين الأدلة النقلية. وقد وافق سعيد بن جبير على إثبات أنها حسبت تطليقة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وأما نافع فقد قيل إن نافعا هو الذي قال حسبت تطليقة، وقد جاء أن نافعا قال قال ابن عمر حسبت عليه تطليقة. نعم. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت طلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك. نعم، هذا حديث الرواية الأخرى عن ابن عمر أنه قال أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، وذلك أن رجل جاء لابن عمر رضي الله عنه وقد طلق زوجته ثلاثا، فسأل هل له أن يراجعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تراجع التي طلقت في الحيض، قال أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فحكمك كحكمي. وهذا يدلنا على أن المرأة إذا طلقت طلقة أو طلقتين فيجوز مراجعتها في عدتها. قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني، هذا يدل على يعني أن الحديث وجه لابن عمر رضي الله عنه، قال أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. أتى به المصنف لبيان أن رواية سالم قد توبع نافع على زيادة الحيضة الثانية. قال وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. هذه الجملة الأخيرة فيه أن من طلق امرأته ثلاثا فإنها تبين منه امرأته بينونة كبرى، ويجب أن نعلم هنا أن هذا الحديث استدل به على أن عمر ابن عمر رضي الله عنه يرى أن الطلاق في الحيض واقع، لأنه قال أنا إنما أمرت بمراجعتها لأنها طلقة أولى أو ثانية، وأما أن قد طلقتها ثلاثا أي أن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة، هي الطلقة الثالثة لك، فحينئذ لا رجعة لك. وهذا نص على ابن عمر صريح أنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الطلاق في الحيض يقع. ولا يحتمل أن يقال بها أن قوله أنت طلقتها ثلاثا أي بلفظ واحد، لأن الشيخ تقي الدين نفسه يرى أنه الصحابة لم يثبت عنهم أنه طلقوا ثلاثا بلفظ واحد، سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. نعم، قال وفي رواية أخرى ولم يسمي الحافظ من روى هذه الرواية، لأن هذه الرواية رواها أبو داود والترمذي وغيرهم، أبو داود والنسائي وغيرهم، وقد أوردها مسلم بالإسناد ولم يذكر متنها كما ورد هنا، وإنما ذكر أبو نعيم في المستخرج أن لفظ مسلم الذي أورد إسناده بلا متنه هو هذا، فأبو نعيم الأصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم وهو مطبوع بين أن لفظ مسلم الذي أبهمه إنما هي هذه اللفظة، فلعل هذا هو السبب في أن الحافظ قال وفي رواية أخرى ولم يذكر من رواها. هذه الرواية صححها ابن حزم ليدلل على أصله أن الطلاق في الحيض لا يقع، ولكن الحقيقة فيها نظر، لأن هذه الرواية جاءت من طريق ابن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي عن ابن عمر رضي الله عنه، وأبو الزبير المكي أولا ليس في الضبط والثقة في مبلغ نافع ولا سالم ولا سعيد بن جبير ولا محمد بن سيرين ولا أخوه أنس بن سيرين ولا
ابن يونس ولا غيرهم من يعني من الكبار من الأئمة الذين رووا عن ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك على التكلم في أبي الزبير فإن هذه اللفظة وهي قوله ولم يرها شيء أو لم تحتسب عليه أنكرت عليه، وقد أنكرها الأئمة، حتى قال بعض أهل العلم لم يروي أبو الزبير المكي رواية أنكر من هذه الرواية، لم يروي رواية أنكر منها، لأنه أطبق الرواة جميعا على مخالفته فيها وهي زيادة ولم يرها شيئا، إلا بعض الضعفاء جدا الذين لا يقاربون أبا الزبير ولا درجته. ولذلك أهل العلم ضعفوا هذه، وذكرت لكم أن ابن عبد البر يرى ضعف هذه، بل إنه فيما أظن ذكر الاتفاق على ضعف هذه الزيادة، ولكن اختلف هل المتهم فيما أبو الزبير أم ابن جريج الذي روى عنه، اختلف، لكن على العموم هذه الرواية لا تصح في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم. بذلك نكون أنهينا هذا الباب، لكن إن شاء الله عز وجل، وصلى الله وسلم على ابن محمد. الأسبوع القادم إن شاء الله، تأخرنا اليوم في الدرس، سيكون مغرب وعشاء لكي ننهي إن شاء الله كتاب الطلاق كاملا بإذن الله عز وجل، وربما نأخذ بعضا مما بعده لعلكم يعني تتحملون بعض الشيء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.